كمية تجي تنزل عليهم بيجي قوة تقمعهم. بس شاهد القوة اللي نزلوها. ما تشاهدون. شوف مال مسيل الدموع. كل الأماكن نشروها. حتى على المباني. شوف 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 شوف. باك 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 باك. بالدعبل بالدعبل. شوف شوف شوف. الان مستشفى الحكيم هذا اخو مظاهرات اي مظاهرات صحيح حدثكم هواي كبير مستشفى الحكيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقامنا التالية من داخل العراق من زاخو إلى الفاو، أو عفوا الرقم اللي قدامكم ذني إلى الخارج، من عايش في دول المهجر أو خارج العراق يقدر يتصل بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. وأيضا تقدرون تتواصلون ويانا ببرنامج صوتكم من داخل العراق، عندكم ذني الأرقام الاثنين أسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من زاخو إلى الفاو. فعندكم أربع أرقام للاتصال، اثنين الخارج اللي شفتوها قبل شوية وذني الاثنين إلى الداخل، إلى العراقيين اللي عايشين داخل العراق من زاخو حتى الفاو. أما من ما عنده القدرة أن يتصل بينا أو من ما يقدر يحصلنا، مع الأسف أنه إحنا ما راح نقدر نسمع صوته، لكن عندنا رقم آخر يقدر بي يتواصل بيانا نسمع برأيه أو نقرأ برأيه. هذا الرقم، هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم الآن هو رقم الواتساب. رقم الواتساب مو مخصص للاتصال، يعني ما قدرت تحصلنا هناك ماكو فرصة أنه نسمع صوتك، دزلنا رسالة، أتمنى تكون رسالة معبرة عن موضوع الحلقة ومتبوعة بمكانك واسمك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم ونعرف هاي الرسالة من وجتنا ومن وين. مشاهدينا الكرام الفيديو اللي شفتوه بعد شارت بداية البرنامج دولة إلى أبناء محافظة النجف. اليوم انتهت المهلة اللي منحوها المتظاهرين للمحافظ لؤي الياسري اللي طالبوا بيها انه يستقيل من منصبه بسبب انه اكو فساد حكومي داخل محافظة النجف، اكو قلة بالخدمات، اكو مشاكل هواية داخل المحافظة بسبب سوء الإدارة، وعليه ابناء المحافظة وهم اصحاب المحافظة من المفترض طالبوا المحافظ بالاستقالة. طبعا سوء الإدارة المفروض أكو رقيب عليه اللي هو الحكومة المركزية، وأكو رقيب آخر عليه هو البرلمان أو اللجان التشريعية أو الجهة التشريعية. لكن بما أنه العراق اليوم لا البرلمان دا يؤدي واجبه ولا الحكومة دا تؤدي واجبها، فالمواطن قام يشتغل بشغل الاثنين، قام يؤدي واجب الحكومة واجب البرلمان، لأنه من المفترض إذا أكو مفسد بمكان إحنا دا نحكي يعني اللي مفروض يصير الصحيح. لا يجيني واحد هسه يقول لي انت ايش بدك تحكي، بدنا نحكي لو كان اللي دا يحكم العراق نظام وطني يحب هذا البلد ويشوف اكو مفسد في مكان ما، مفروض اكو لجنه تابعه وراها هي اللي تساءله وراها هي اللي تقيله، بحيث المواطن يقول اكو حكومه دا تركض وراي، اكو حكومه دا تدور مصلحتي، انا ما لي علاقه. لكن اللي دا يصير اليوم بالعراق انه لا الحكومه دا تشتغل شغلها ولا البرلمان دا يشتغل شغلها ولا الحكومات المحلية دا تشتغل شغلها، فعليه المواطن أخذ على عاتقه أنه يصير هو بمكان الحكومة وبمكان البرلمان أنه يراقب عمل الحكومات المحلية. وراء مراقبتهم وجدوا فساد مستشري بسبب قلة خدمات، والكل يعرف أنه العراق ما بي أي خدمات بسبب قلة الإنتاج، والكل يعرف أنه الإنتاج المحلي قليل جدا بسبب قلة المصاريف على الناس، لأنه أكو مصاريف هواية دا تنصرفه بغير مكان، فبسبب قلة الرواتب بسبب قلة الـ يعني
شلون نقول احنا قلة الدخل، قلة نسبة انه الانسان شلون يقدر يعيش او بش قد يقدر يعيش، يعني اكو انخفاض كبير في ما المفروض يعطى الى المواطن العراقي واللي دا ياخذه بالمقابل، وعليه المواطن صار مراقب. لما شاف هذا الفساد طلع بتظاهرات وقال يابا فلان ما اريدك، لكن فلان مكلب بمكانه، لازق بسيكوتين بالكرسي، وصار اللي صار بمحافظة النجف واغلب محافظات العراق تضامنت ويا محافظة النجف. واليوم الفيديو اللي شفته هذا اطلاق رصاص على المتظاهرين، وفي نهاية الفيديو شفته احد المتظاهرين المصاب، ومتظاهرين اخوانا ماخذي الى المستشفى حتى يتلقى العلاج في حال لو لقوا دواء، لانه العلاج اليوم بالعراق شحيح جدا. محمود من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تادي هذه الحكومة مالتنا يعني في ضحك في بكي. هذه ربابة عزي البعيد. هذه الحكومة ما طول قضبها نور المالكي وحزب الدعوة وإيران، وهذا العامل قيس الخيط علي، وأنا حكيته قبل شهرين وقول عام حكومة ما تصفي. سكان امريكا 70 مليون خلال 24 ساعة انتهت انتخابات. ايران خلال 24 ساعة انتهت انتخابات. هذه حكومة انتهى على اغراح. انتم صاروا مشاهرين بشكل الحكومة وخصونا الخاطر الله. الخاطر محمد. الخاطر النباية موت الشعب. ولدنا راحت ما ادري نعرفه وين. ابن عم نور المالكي قاضب لي السجن مال المطار 7000 كرة شهر تستلم مليار. نعم. هذا المحل يطبوا الكاظمي راحين باب السجن قالوا ترى نقعد السيارة على الطوير ما رجعت. هذا كل احد يشهد. وقلت لكم قبلها العام والسنة بالصيف وقبل شهرين قلت لكم ترى ديالة انضافت على ايران. عندك ديالة البارحة 9000 قرعة مشت من الموصل الشيعة القبة والشريخان والحمدانية والقورقجلي وعفار والعياضية مشت على ديالة بتاعت تدرب بديالة جوا السجن. ليش ما وجعنا ديالة قط أشوف الشيء اللي نشوفه بعيننا يجعل الصدع عنه. هذه ديالة انتهت تتع كلها إيران نازلة بيها وشي طيارات مسيرات وعندك مدفعية وفاج وهذه ما حد يقدر يصلها ديالة. تعال أقول لك والله تروح تشوف جوا الديالة شافوا شماكو وما أعرف أني أمي بس أغراهم من دينامات. هذا يلدك نور المالكي ورد يحرش من جوه قاعد حكومة وعن خمان يزلوا علينا لزقه. هذا العامل كان بين رجل خمان دعونا طلبه الشعب بعد ما يريد انتخابات الشعب مو الأمة انتخابات الشعب من على عربهم لما جابهم لابو إيران لابو حد مصطفى الكاظم لابو حد برهان صالح هو جيدي قاعد يغادر يزلوا انتخابات فوتوا. هذا هو شكله شنو الانتخابات اللي ترجع وش قاعد يمصون ذوله هذول عجاية مشت حكومة مزحطة. احنا اي مظاهرات اي بطيخ شكل الحكومة يا زي تصوت التبين انت صوتكم تتراجع يوم اليوم انت يا تستاني يا مختصر صدر العفو قلت تتراجع يوم اليوم خوفوكم رحبتكم ايران لما عود لمتنا بحرب ايران دخلنا ولا سقطنا والمحافظة من حطت دارنا ساعة الزمن وفقطها. هذه امريكا قاعد تلعب عليهم. امريكا جابتهم امريكا تطلعهم. عندك السجن برا الوانيه ما حد يقدر يصلوا ما له مطار ما حد يقدر يصلوا كلهم مسوي عليها حزب الدعوه وحتى اجتماعاتهم بايران. نور المالكي وين كان؟ كان توا بايران من على عربون ابو حتى ايران خوي اسمعني وهو مو رئيس الشعب هو على حظ نفسه وعلى 20 محكمه الساق 20 محكمه عليه باقي النفط كتل الموصل جاب الدواء دخل علينا ابو شهود الجنوب ابن عمو اللي كان جاي سطر علينا هنا ابن عمو كان داعش مال الموصل محمد ولابس رتبه ونقيب وقال انا بالدوله الاسلاميه وانكشف كلهم عمل هذولين انتخابات انتهت وفلت وانتخبوا هذا وطلع ابو لحية هذا ثاني مثل ما قالت عليه العالم حيثت من هذا مختصر الصدر انت يا مختصر الصدر انت جيني 45 يوم انتهت وياك السنه وياك الكراد
احنا تحت على نور الملك وهذا العامل بس الخزع راح اطو ترى الصواريخ بيت وما استحاه. طيب هذا هم عمي راح يطلع لي والله واني ممنون وشكرا. اخ محمود اخ محمود وياي لو رحت. نعم. انت بس قلت كلمه قلت الولايات المتحده الامريكيه تعدادهم 70 مليون صح؟ ها قلت الولايات المتحده الامريكيه تعدادهم 70 مليون وبيوم اعلنوا نتائج الانتخابات. نعم ازيدك من الشعر بيت 70 مليون على 40 مليون الفرق ضعف يعني يقدرون يصيرون مثلهم. تعداد الولايات المتحده الامريكيه حسب التقديرات 350 مليون. احنا نقول بالمليون. إيه؟ فانت احسب. نعم شكرا 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 لك اخوي العزيز. يعني اذا احنا نحكي على قضيه الانتخابات هاي مفروغ من ادها انه هي تزوير وبلاء ومشاكل. والدليل يعني هي لو كانت ديمقراط يعني لو كانت انتخابات نزيهه وديمقراطيه مثل ما هم يدعون وصحيحه انه هي نزيهه وديمقراطيه كان من المفترض انه من اول يوم النتائج تعلن وخلص انتهت واكو طعون الطعون طب الى قضاء عادل اللي صحيح صحيح والغلط غلط واللي الرد يرد واللي ينقبل ينقبل وراها خلص كم يوم وتنعلن يبدون عاد الناس اللي فازوا يجهزون نفسهم لتشكيل حكم او تشكيل حكومه جديده. لكن ما حصل بالعراق اليوم هو ابعد ما يكون عن الديمقراطيه لانه خلصت الانتخابات بعدها ما عالنا المفوضيه النتائج الاوليه طلعت التظاهرات والله احنا ما نقبل النتائج بها تزوير وقاموا فلان يقول فلان دولة زورت وفلان يقول أكو هكر وفلان يقول أكو حاسبة وفلان يقول أكو الأمم المتحدة هي اللي زورت وفلان يقول أكو فلوس اندفعت وفلان يقول أكو حزب هو اللي زور وفلان يقول أكو ناس هم هيك رادوا. بس إنه هاي الانتخابات أو القبلها إيش ما صارت فهي انتخابات ديمقراطية. لكن السؤال اللي ينطرح اليوم بحلقتنا حول ما يحصل اليوم في محافظة النجف. التظاهرات بالعراق مدى تخمد دا تتجدد يوم على يوم اكو تظاهرات جديدة يوم تقل يوم تزيد يوم ترجع يوم تروح يوم تطلع يوم تقعد. لكن اللي دا يصير انه اكو قمع مستمر. ماكو تظاهرة اليوم بالعراق طلعت باي محافظة من محافظة العراق من شماله الى جنوبه اذا ما انقمعت وما استخدموا وياها سلاح العسكري او الرصاص الحي. السؤال اللي ينطرح ليش؟ ابو علي من الناصريه حياك الله. الله يسعدك حبيبي شلونك مشتاقين ابي شافك شلونك الله يخليك ملودك. هلا بيك يا الغالي. الله يخليك. تفضل اخوي. الله يخلي هذا الدعاء. الله يسلمك. والكادر اللي بيه. هو المساله اللي شري المساله القبرشي اليوم يقول هاي الحفله اللي بغداد من يقول عني ما اقبل يعني زين انت تقول انا ما اقبل زين هاي المخدرات ما يخالف وياك انا بالحكي زين هاي المخدرات من الطب من شو ما تحكي على ايران هاي المخدرات الطب هاي هو اليوم هسه ما يخالف على مود هاي الحفله صارت بغداد اليوم يحكي فيها على اساس هو طلع بالتلفزيون زين لا انت تقول انا مثل زين هاي المخدرات من جاي الطب من ايران ها تريد تدمر المظاهرين خافوا المظاهر يطلع يعني مره يوم من الايام ماكو المظاهرين اعطوهم حبوبك وبيهم يعني يرجون يضعفون ها المظاهرات هم يرجون يضعفونها خافوا على يطلع مظاهره عرفت يعني هاي الحبوب اللي يجيبونها من ايران ما يحشي زين السيد على اساس هو عندي نفسه شوف حبيبي المظاهرات يعني مو بس النجف الناصرية تقوم ان شاء الله تقوم لان هذول ما يفيد يوم المظاهرة السلمية ما تفيد يوم دولة شافوا الشعب لبالهم يخافوا الشعب عرفيت المالكي اليوم يطلع واحد يقول النظام البائد على اساس يعني سوى المخابر زين المالكي هو سوى عن المالكي ها هاي الاحزاب سوت انه هم سيحشون على النظام ذاك هم سووا انه يعني من يحشي على المقابر من يحشي على التعذيب انتم سويتوا انه وخرت النظام سويتوا يلا يعني لا وجبه عرفيت بوك فساد انا قلت لك شكو
اكو مخدرات بوق دعاره نفاق يعني هذا هاي لك وايد زين الدوائر يعني بوق بيها زين المستشفى اخوة الدواء وين ياخذونه برا يبونه عرفت هو يعني هاي شوف هم ذولا السياسيين كلهم انا ما ادور حجاب كلهم ذولا فاشلين ذولا انا قلت لك منين جو هم اللي جا من بيك يا بس انا اقول الله ينتقم من بوش من جابهم من ذولا ذولا يعني هو هذا ماكو كان حتى الان ما عنده بالخارج بالحديقه ينام كان هذا شوف بس هذا ذولا زين اما ذولا فذول الله وكيلك ذولا حتى الله ما يقبل عليهم لا الملائكه الله وكيلك استعان والله تتحلم يقول ذولا الله الله يقول ذولا انا ما احبهم زين الملائكه الله وكيلك يعني يعني ذولا شني لا هم اسلام لا هم يهود لا هم يعني ما بتهم شنو منه يعني استعان ما شايف واحد يطب على حسين يفوق يعني استعان متعجب يطب على حسين ويقول يا حسين انتو شني يعني ما افتهمنا لا انتو مكرات لا انتو مهنود زين الطب للدائرة الدوائر ماكو بوق بيها البازين خانة بوق بيها انا اقول لك بس اكو بوق او يقول لك اسي شو اسمه هذا الكاظمي احنا نحاسب يلا ما تحاسب يلا شاتي ما تقول عمي الله وكيلك ما يفيد الحكي اللي راهم الا ما تقوم اليوم ذول المظاهرات هسه الميليشيات اليوم بعض الخضراء من قاموا تدري شنو قبوا الخضراء ما حد حاجهم بس المظاهرين ذولاك باقي الفقره بس يصفوهم لك بالوساط الحي ذولاك زين المجاعه سواهم جوكر زين عملاء هو شايل العلق عراق عمي هو عامل يشتغل هذا يريد وطن بالعراق ماكو وطن زين ما يعني هسه هم ذولا ما يستحون مو انت باكر تموت انت باكر وين ياخذونك للمقبره شو تقول له الله الله يحاسبك انت وين رايح؟ والله يعني ذولا ما عرفت يعني يعني والله العظيم يعني انا ما شايف مثل ذولا لا هم اسلام لا هم يهود لا هم اكراد والله يخليك خويا ابو الله يخليك ملوتي شكرا شكرا لك ابالي ابو عراق من الفلوجه حياك الله السلام عليكم اخوي استاذ عليكم السلام والرحمه والاكرام استاذ اذا سمحت لي اكو قبل يقولوا لك والي نعم. ظالم فالوالي هذا الحبربشيه مالته قالوا له الوالي كاف ظلم قال بابا الشعب ساكت انت عايش تحكيون قالوا له هذا يجي يوم الشعب يثور عليه قالهم راح اجرب لكم قسم المدينه قسمين نعم قال ما حد يعبر لي الصفحه الا يعطيني كران نعم قال يا اهل يجي انطلق ران وعبر ليش الصفحه قال ما قلت لكم مو ما حد يحكي جرب ثاني يوم قام قران وياه راشدي نعم قام يدنق راسه وينطق ران قال ما مو قلت لكم ما حد يحكي عمي استاذ اسل بالنسبه والله انتوا هسه تقولوا الحكومه انا اقول العيب مو بالحكومه والله ولا بامريكا ولا بايران ولا العيب بالشعب نفسه يا اخي ولا جابتهم امريكا هم كانوا حزالة مجتمع وجابوهم هنا يعني انت الشعب يعني عاصى عليكم هذول ما تقدرون كم ملك بملك قبره ملوك وسعلوا وطلعوا عمي احنا من تقول المظاهره عمي هذول مو مال المظاهره السلميه المظاهره السلميه ما تفيد وياهم عمي هذول القوه بالقوه هذول مرتاحين هسه مرتاحين يقول لك شعب يطلع ونقتل بيه وندمق بيه ونبوق بيه واخرى ثانيه مو احنا جاي مو احنا اللوقيه اكولوجيه مع الاسف على كلامي هذا مو هم جاي يصوتون ذول البرلمانيين وغيرهم يصعدوهم مو حرام جاي شجعه وجاي يقول له بوقني واقتلني واظلمني عمي احنا والله العظيم كلام اخير اقول لك اياه والله اذا ما نتوحد ونصير ايد وحده هذول راح يبقون تاريخ كامل بعد سنين النوم لان مرتاحين البواخر لهم والوزارات لهم مرتاحين كل شماعتهم واقع بيها من هو
الشعب الفقير، واقع بيها ابن الجنوب، واقع بيها ابن الغربية، واقع بيها كل عم الناس. ما كافي يا شعب، اقعد 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 دم النايم، اقعد توحد. احنا كل ما تصير لنا مظاهرة بمكانه وذاك يقول شعلي وهذا يقول شل لازم. ما كافي عاد عمي، عمي كافي كافي والله، صبر ما ضل عندنا، مو راحت طقة الواحدنا. وانا اشكرك اخوي العزيز. شكرا شكرا لك ابو عراق. ابو شاهدين الكرام، قبل ما نكمل الحلقة حتى نعرف مواضيع الحلقة بشكل كامل، اريدكم تشوفون هذا الفيديو القصير اللي موجود عندنا ونرجع لكم، تابعوا يعنى. ما شاء الله سيول أمطار، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. هذا الفيديو اللي شفتوه، هذا نهر الزاب الأسفل. نعم هذا نهر الزاب الأسفل، لأنه إيران قطعت المي عنه فجف. أما المي اللي هسه شفتوه هذا بسبب تساقط الأمطار بشكل كثيف، أصبحت هنالك سيول في مناطق شمال العراق. السيول مشت وتحركت من مكان إلى آخر فوصلت إلى نهر الزاب الأسفل وقامت تتدفق به. وفرحان اللي دا يصور الفيديو بالنسبة القليلة اللي دا تفوت به، لأنه راح تحيي هواية من المناطق. لكن أنه أكو حكومة تابع قضية مياه العراق وحقوق العراق المائية، ماكو اي شيء بهذا الخصوص. محمد من امريكا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بك يا اخوي. هو القضاء هو القضاء الجيد، هو القضاء الحكومي الايراني. نعم. هم يحكمون الاحزاب الايرانيه اخذ الوالدين، مين يدعون ضد الشعب العراقي؟ هم يشتغلون ضد الشعب العراقي. الشعب العراقي مالي كل عليهم فوق عشان طلعوا بالنعد، مو عوالمه ولا الطاقين عشان ولا المخدرات والحديد اللي دخلوا البلد، دمروا البلد، دمروه. عندي هو هذا مخطط ايراني، بس الشعب ما متاثر. قال المعلمين قاعدين من النجد يجيبوا المخدرات من ايران ويطبقوا من النجد، يبيعوا للناس مخدرات في العالم. الحشيش كله يحشيش ويكسر بالعالم. عندي كاتب تليفون، كاتب الله ينتقم عليهم. جاء هو الله، الله ينتقم على الجاب ان شاء الله. عن مدى مرار البلد جدت له ثلاثه محددات التوبي. عن هذا مخطط ايراني سفينه محمد، مخطط ايراني ولا من عمايل مخدرات قاعدين بالنجف الخلفيه وربع الموال وغير الموال. كلهم كانوا يميرون عنه، قالوا جاء عبرون الحشيش والمخدرات
حتى يحششون الشعب، حتى يقتلون الشعب كله. الله يمسكهم عليهم. انا فرح معنا هو اكثر واحد، والله لعنتهم كلهم عبد الجمهوريه. دول السفن حيث السفن ودي السفن. دول كل واحد لابس عمامه حيشك سنه. والله ينساني هالشيء. اشكرك اخونا. شكرا شكرا لك اخ محمد. شكرا جزيلا لك. صباح من بغداد، حياك الله اخويا صباح. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. طبعا مشاكل العراق يعني عقيمه، يعني من مشاكل مياه الى مشاكل ملف الامني الى مشاكل المتظاهرين الغير سلميين، المتظاهرين الموجودين الان في بوابه الخضراء اللي هم كلهم حشد نعرفهم. فالمشاكل عقيمه، لكن اللي يحزننا والله يعني المياه اللي تنقطع على العراق من قبل إيران. شفنا احنا مثل مكتب الصدر وقف ساكت، يعني مكتب الصدر واللي يحكي الصدريين ويحكون فيهم مقاومة ومجاهدين كانوا كذابين، فما طلعهم اي بيان بالضد من الجمهورية الإسلامية اللي هي تعتبر تاج راسهم. مكتب عمار الحكيم ايضا ما انتقد هذا الاجراء من دولة كافرة تعتبر، يعني قطع مياه على النبات وعلى البشر وعلى الحيوان وعلى كل شيء. حزب الدعوة اللي ربه بأحضان إيران ما انتقد هذا الإجراء. رئيس الوزراء وقف صامت، رئيس الجمهورية صامت، مكتب السيستاني صامت، كل المراجع اللي يحجون باسم الدين ما يهمهم مصلحة العراق، لأن هاي إيران تاج راسهم ما يقدر ينتقدوها على الروافد اللي صب في دياله، وبالأخير هي هاي تنعش الحياة في 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 أرض المسلمين العراق، يعني يستفاد من عندها النبات والإنسان والحيوان والجو والطقس وكلها نستفاد من عدها. يعني قطعوها ما قدروا يتنفسون نفس واحد، وين مراجلكم؟ يعني هاي كراسي الحكم يراد لها زلم، وانتم مو اهل الكراسي هاي. وهاي 18 سنة بينت فشلكم في إدارة الحكم، يعني من فشل إلى فشل بكل المجالات الدولة، مجال الزراعي، الري، مجال الطاقة الكهربائية، مجال الدفاع، الداخلية، الملف الأمني، الكهرباء، الصناعة، كل هالمواضيع، كل هالملفات هاي عقيمة وكلها مليانة من فساد مليارات الدولارات، كلها سرقة وفساد. ما قدمته شخص فاسد من وزير أو وكيل وزير أو مدير عام أو المكاتب الاقتصادية التابعين للهيئة الحشد اللي جاي يستفادون يأخذون خوات من الوزراء واللي ماسكين كل المنافذ الحدودية، تهريب المخدرات، دخول المخدرات، التهريب، البضائع هاي اللي تدخل بدون رسوم وبدون فوائد. فهاي شغلتهم الأساسية بس فرهود، وقتل أي شخص أي ناشط سياسي يقف وجوههم يتم قتله، سواء كان سني أو شيعي، وش جربناها ما احنا. فحاليا متجمعين شون الكلاب، متجمعين حش السامع، متجمعين امام البوابة الخضراء، هم ذول قتلة ومجرمين، وهم اعترفهم بالاعلام الموجود، اعلام الحكومي اللي يصور بيهم داخل المتظاهرين يقول لك احنا حشد والحشد هو يصرفون علينا واحنا واجبات. اذن ذول مو متظاهرين، ذول ناس جاي متبوعين من قبل هادي العامري والفياض وابو فدك وغيرها والمالك اللي هو اساس الخراب العراقي، اللي اسس الحشد الشعبي وصرف عليه مليارات، يصرفون على هيئة ميليشياوية أكثر ما يصرفون على وزارة الدفاع المفروض يدعموها في سبيل تكون وطنية حقيقية وتدافع على أرض الوطن. الدفاع الداخلية أيضا ملفها عقيم، فذولي مو رجال دولة، الدولة والكراسي الحكم يراد لها زلم 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 تعرف شلون تشتغل كوزير، كوكيل وزير، مدير عام، مدير كهرباء، مدير زراعة، يعرفون شلون يشتغلون ويخدمون البلد، مو يجون يخربون البلد في سبيل إيران يساعدوها بالأزمة الاقتصادية مالتها. احنا هاي الروافد هاي جريمة كبرى، المفروض الأمم المتحدة، أمريكا اللي هي محتلة العراق وإحنا تحت البند السابع، المفروض تحاسب هاي الجهات اللي وراها إيران. شلون يسدين الروافد على الأنهر الموجودة داخل العراق؟ شنو ما حد يحاسبها؟ لو بزمن صدام مثل ما حكى المتكلم تقدر إيران فترة الحرب إحنا وياها 8 سنوات ما قدرت تقطع قطرة واحدة على العراق. ليش؟ لأن أكو دولة عوف صدام حسين الله يرحمه، أكو دولة يعرفون الرد شو راح يكون قاسي عليهم. يعني أيضا هنا استهانت إيران بالحكم وبالعملاء الموجودين إلها، كل السياسيين السنة والشيعة عملاء إلى إيران، حتى رئيس البرلمان ما يجي إذا مو مباركة إيرانية، ويتكالبون على السفير الإيراني من تشكل الحكومة كلها، كوزير سني، رئيس برلمان، الكردي، كلها تأتمر بأمر
السفير الإيراني، وقبل سابقا قاسم سليماني جربناه من يشكل الحكومات. مقتدى الصدر اللي يحكي باسم العروبة والإصلاح وقائد الإصلاح ما تحكي بالمياه اللي انقطعت على أبناء الجنوب. يعني احنا نعرف نهر دجلة والفرات يتعدن بغداد إلى المناطق الفرات الأوسط وهو موجودة بها مياه، لكن انت جنوب العراق شون؟ يعني دول يهنى شون بجنوب العراق تبس أنهرهم ويبس نهر دجلة ويبس نهر الفرات وتقل الروافد بسبب منه؟ بسبب السياسات اللي مع الأسف المرجعية تحميها. وهاي المحاصصة المقيتة يجي شخص عميل من حزب الدعوة يصير على الأمن الوطني، عميل من حزب الدعوة يصير على وزارة الداخلية. هو هذا العراق أنت تحكموه؟ أنت تحكموه يا 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 خونة يا عملاء يا 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 يسمونكم قبل يسموكم الغوغاء، هسه صرتوا أنت تحكمون العراق؟ أخ صباحي، مو بس المناطق الجنوبية أو المحافظات الجنوبية أنه صار بها شحات مياه. يعني مثلا المياه يعني تغذي شغلتين، النواعير اللي هسه دخلت في الأشياء التراثية عالميا، وايضا الاهوار اللي تعتبر احد الاماكن التراثيه في العالم. يعني ذني شغلتي عندنا بالعراق تعتبر تراث عالمي، الامم المتحده معترفه بهن تراث، النواعير والاهوار. زين الناعور شلون يفتروا ماكو مي والاهوار دجف؟ المفروض حمايه دوليه على هالشيء بقرار دولي، مو صحيح استاذ؟ لكن الكل ساكته، الكل ساكته، والمتضرر الاول والاخير هو المواطن العراقي البسيط. يعني احنا متضررين، الحكومه كل عوائلهم تلقاها بايران وبلبنان، تلقاهم في بالبحرين، تلقاهم بامريكا بريطانيا. المتضرر العراقي الموجود اللي عايش على راتبه وكل شيء صاعد، وتعرف هاي الازمه الموجوده يقول لك الحريه والديمقراطيه. احنا لحد الان $100 ب150,000 صارت، يعني شنو انتوا لعد؟ شنو اللي سويتوه؟ هاي الازمه الاقتصاديه ما تقدر تحلوها، كل شيء مستورد عندنا بسبب اللي يحكم العراق بدون استثناء من 2003 ولحد الآن، ما اجى على اي منصب اذا مو هو عميل وحقير. حتى اللي الازدهار اللي يسولفون به في شمال العراق بالاقليم او في المناطق الغربية حاليا كله شنو؟ يزرع لك شجرة وانارة الشوارع ويبلط. المواطن العراقي هذا طموحنا احنا؟ صار احنا نريد دولة ونريد وطن، يصير طموحنا والله يشعلوننا اضوية بالانبار او يكنسون الشوارع ويبلطون شوارع فقط؟ وين المجمعات السكنية؟ وين ناطحات السحاب؟ وين المدارس النموذجية؟ وين المستشفيات اللي المفروض تعالج كل الناس، ما يروحون للهند او ما يروحون لتركيا او ما يروحون اي دول يتعالجون في بلدهم؟ يعني تحملوننا مانيا مجاري تسووها، وبالاخير هي طافت بغداد وطافت اربيل وغرقت كل المحافظات. يعني هذا المواطن العراقي من توفر له كهرباء يا وزير الكهرباء انت تحملني مانيه بي؟ انت هاي مو مانيه، هذا واجبك وغصبا عنك ورجليك فوق راسك لين جاي تاخذ راتب وزير، وقسمت قسم يمين انك تخدم البلد، كل الوزراء قسمتوا البرلمانيين ايضا، قمت بلطون بس بالانتخابات، وبعد الانتخابات شلون يعني؟ يعني تحمل مانيه والله بلطت وسويت، واحنا ان شاء الله وان شاء الله، وتسرق نص الاموال الميزانيات وبعدين نص تشتغل بهن ويسرقن المقاول ومن نا من نا من واحد لواحد. نعم، شكرا لك اخ صباح. ابو شيماء من بغداد، حياك الله ابو شيماء. السلام عليكم استاذ رفيق. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ هذا طلع بينا قول هذا صباح، ما يسموني لا خلى واحد، لا خلى مرجعيه، لا خلى حشيد، لا خلى كلها، بس هو وطني وشريف. هاي العالم كله مو شرفا، بس انت لو شريف ووطني كان دفعت عن العراق، انت مو قاعد لما ادري وين وتحكي لي بالوطنيه وتحكي لي بالقيم. ترى هو قاعد ببغداد اخوي العزيز ابو شيماء. العراق تدمر، هذا الالفاظ مالتكم دمرت العراق، حوار الدواحش دمرت العراق. زي ابو شيماء سؤال، ابو شيماء سؤال، ابو شيماء يعني ابو شيماء ابو شيماء، انت مخابر ده تحكي على واقع العراق لو تتهجم على احد المتصلين؟ ادري مو واحد بس مو منطق هذا. زين بلا زحمه، بس بلا زحمه عليك، بلا زحمه عليك، بالنسبه لك مو منطق، بالنسبه الى هذا منطق. ارد اسالك سؤال ابو شيماء. لا والله لا ارد ما يطابق ويا هواكم، ما طابق ويا هواكم، مو منطق طبعا. لا ابو شيماء انا ما دا اقول لك، انت بدي اقول لك بالنسبه لك ابو شيماء، ابو شيماء حبيب قلبي، ابو شيماء، ابو شيماء، ابو شيماء، ابو شيماء حبيب قلبي، مو دا اقول لك بالنسبه لك هذا رايك مو منطق، بالنسبه الى رايه منطق. يعني انا ما اقدر احكم يعني يسوي الشهر يفتح المراجع الدين يرجع السيد السالي تاج راسه وراس مخلفه، شلون حل المنطق هذا؟ زين ابو شيماء ارد اسالك سؤال ابو شيماء، تقدر تقول لي شنو السبب اللي خفضت به الدولة العراقية قيمة الدينار العراقي أمام الدولار؟
ديار على مود الرواتب واللي ما هم شغل اقتصادية. أنا أعرف بيها شغل يم أهل الاقتصاد. رواتب بشنو؟ ما عندها فلوس الدولة تعطي رواتب؟ إيش ما أدري، إحنا ما نقبل عليها طبعاً. زين، أنا راح أسألك سؤال. الميزانية العراقية تعتمد على النفط. الميزانية العراقية مع عام 2021 و2022 تعتمد على سعر بيع البرميل الواحد ب 45 دولار. الميزانية العراقية اللي وقع عليها البرلمان العراقي بسعر بيع البرميل ب 45 دولار 80 مليار دولار أمريكي، علما أن البرميل العراقي ده ينباع بما يقارب 100 دولار، يعني الفرق فوق 90 مليار دولار. تقدر تقول لي شلون ما عندها فلوس تعطي رواتب؟ لا عدل حاكي الاقتصاد رجال مواطن عادي. انت مواطن عادي؟ هسه انا دا اسالك كمواطن عادي، الدوله تقول ميزانيتي 80. انا اسوي انا هاي يم الدوله، انا ما لي علاقه بك ابو شيماء. انا دا اسالك كمواطن، الدوله تقول ميزانيتي 80 وهي تجيها ميزانيه فوق ال 160 مليار، شلون ما عندها فلوس تعطي رواتب؟ انا ادري احنا هذا انا سابني بالحقد ولحد الان قطيع ما مستلبراتك صار. زين زين يا بارد، اسالك سؤال ثاني. انت تقول اقتصاد لا تحكي بي وياي، تقدر تقول لي هذا بس بلا زحمه سيد المخرج يطلع لي نهر الزاب الاسفل، تقدر تقول لي هذا شلون جف عليه المي؟ استاذ العزيز، هاي شغله المياه هي مناطق كل الدول، الدول كلها ماكو مطار. احنا ما نلزم قواي تركيا امتدت المي عليك، هي المي ماكو بالدول هاي. لحظة ابو شيماء، يا مي ماكو بالدول ابو شيماء، هذا نهر الزاب الاسفل صار له فوق ال 80 سنه بمي، شلون يجف بليله وضحاها؟ مو اكو فيديوهات وطلعت ايران وبنت سدود وبنت سواتر ترابيه وسدت المي على العراق، ثمن روافد النهر دجله سدتها ايران. خلي يروحوا لها استاذ ربع، خلي يروحوا لها قول لهم. زين، اني هذا سؤالي لك، اني هذا سؤالي لك. العراق موقع، العراق موقع اتفاقية المياه الدول المتشاطئة. يعني شنو يعني الدول المتشاطئة؟ أي دولتين متجاورتين أكو حصص مياه، العراق عنده حصص مياه وإيران عندها حصص مياه، ليش العراق ماذا يروح لإيران ويقولها وين حصتي؟ يا استاذ الحمد لله حات الدولة يا استاذ رابي، أنا ما أكيف يجي المي، ما أكيف إحنا يا المي كيف يجي المي. بس أنا بدي أحكي لك على الجماعة. أبو شيماء شنو حال دولي؟ أبو شيماء المفروض الحكومة العراقية يترك وراها، مو الدول الحكومة. يعني زين، أرد أسألك سؤال أبو شيماء. أنا جيت بقت بيتك، أنا جيت بقت بيتك، يجي ابن، أنت من وين؟ مو من بغداد؟ إيه. أنا جيت بقت بيتك، يجي ابن سليمانية يدافع عنك لو أنت تجي تقول لي أريد حقي؟ إيه طبعاً أنا احتياجي يا أخي. إذا أنت تجي تريد حقي غير الحكومة العراقية تروح تقول أريد مي؟ إيه مي فحد هم قالوا يقول لك والله إحنا ما عندنا مي منك، المي شيء قليل. أنا شو بدريني؟ أنا لا خبير ولا كشيء، شغلة مال الدول. هم بيناتهم، هي الدولة تروح للدولة، مو تريدون الدولة. زين يا بأرد أسألك سؤال الأخ، أرد أسألك سؤال الأخ، إذا الدولة العراقية ما عندها ميزانية تعطي رواتب للموظفين وللمتقاعدين، تقدر تقول لي صرفية وزير على غدا 125 مليون باليوم أمنيا؟ إيه طبعا، يا هاي موجودة يا أستاذ عزيز، هاي كل هاي كنت نفس الشيء كنت استعلم كذلك أمنيا، لأن ماكو رقيب، ماكو رقيب. إذن الدولة فاسدة، إذن الدا يحكم فاسد، وإذا اللي دافع عنهم فاسد، وإذا الجيش اللي دافع عنهم فاسد. أستاذي أستاذ رفل، أني رجعت المدى، أني ما لي علاقة، أنا دا أحكي لك على ناس منظوم دافع عن الحرام، على الحشد والمرجعية، ذاك سواهم عملاء، ذاك إيه هسه قلت تروح لأمريكا، هو اللي يروح لأمريكا ذولا حتى قريب ذاك يوم تعذبت راح لأمريكا وكان يشتغل وين الأمريكان عميل ما ندري بيه إحنا، أخذ زوجته وراح يابي. ممكن أسألك سؤال أبو شيماء بلا زحمة عليك، من فجر المأذنة الحدباء اللي تعتبر أقدم مأذنة بالعالم عمرها ما يقرب من 1000 سنة؟ وين؟ بالموصل. وين المأذنة الحدباء؟ أكو واحد ما يعرف موصل الحدباء؟ الأمريكان فجروها، ضربوها الأمريكان، فجروها. منو؟ الأمريكان ضربوها. هاي شيلك بيها يا أخوي العزيز. أستاذ العزيز أنت أبو أستاذ رفل تحفوه تحفوه يرحم والديك، ضربوها هم ناس تقول الدواعش وناس. أبو شيماء يرحم والديك بال 2017 تفجرت، يرحم أبيك. إيه 2017 وين أكو أمريكان؟ لحد يا ضربها المأذنة. والله اتمنى تدخل على اليوتيوب وتكتب تفجير تفخيخ. انت انسان مثقف وانا احترمك، يعني انت شلون تصدق هاي الشغلات؟
مو يعني انا مصدق، مو انا مصدق، بس اتمنى عليك ابو زي ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء اتمنى بالضبط. تكتب باليوتيوب تفخيخ وتفجير المأذنه الحدباء، راح تشوف الرايات وراح تشوف الشعارات وراح تشوف ايش راح ينحكي، راح تعرف من الفجر. ترى هاي الفرباكه هاي موجوده، انا بشر، انا اذا غيبت لك هاي استاذ عبد السمح. زين اسالك سؤال، اسالك سؤال، هم يا الحين الموصل، اسالك سؤال اخوي العزيز، المرقدين العسكريين منو فجرهم؟ فجرهم الدواعش وحزب البعث، هذول المجرمين النكبه بنديه. يعني ابو شيماء، ابو شيماء بال2006 وين ابو شيماء ارحم ابيك على كيفك ويانا، بال2006 وين كان اكو دواعش؟ استاذ القاعده كانوا النكبه والقاعده يرحم امك وابوك، وبعدين صاروا الدواعش الدوله الاسلاميه. ها يعني مو قاسم سليماني وقال احنا مو قاسم سليماني طلع وقال احنا فجرناها على تنثير النعرة الطائفيه بين ابناء الشعب العراقي. الشهيد القائد يحكيها مع الاسف، الله اكبر استاذ رفل، والله هذا حرام عند الله وعند الملائكه. يعني هذا الرجل اللي ضحى من اجل العراق، ضيف العراق اللي استشهد بالعراق وقاتل من اجل المناطق، وهذا وسيش تهمونه والله. ابو شيماء عليكم يا استاذ ابو شيماء، ابو شيماء راح احكي كلمه وراح اتحاسب عليها، انا على ابو قاسم سليماني لا ابو ايران استاذ الحبيب، لا ابو يوم اللي جاوب على العراق. والله استاذ ترى انسان مثقف، ترى ما يحكي بس الانسان التافه يحكي. رحم الله والديك وشكرا جزيلا لك. شكرا شكرا ابو شيماء. ما اعرف ما اعرف ليش احنا اليوم نخلي الايراني فوق العراقي، ما اعرف ليش اليوم احنا من نباوع على العراق ما نشوف الظيم اللي عايشه العراق. قاسم سليماني اللي يعتبر ارهابي، قاسم سليماني اللي فجر ودمر، قاسم سليماني اللي خطط لدمار المدن العراقيه، قاسم سليماني اللي قتل الاطفال في حلب، وقاسم سليماني اللي دمر الاطفال في الموصل والانبار، قاسم سليماني اللي دمر العوائل في المحافظات الست المنتفضه، قاسم سليماني اللي سوى ما سواه وحول العراق الى معبر اسلحه يعبرون به الاسلحه من الى، وتجي تقول لي يا اخوي العزيز قاسم سليماني ضحى من اجل العراق. قاسم سليماني كان قائد اعلى لجيش القدس او فيلق قدس، اذا بخير فيلق قدس خلي يروح، خلي يروح على القدس يحررها. ابو سميه من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك اخر اخ افن. حياك الله اخويا. سالتم عن الدوله وكيف تعاملها مع المظاهرات وكيف لا تستجيب. يا سيدي قبل كل شيء أذكر لك مثالا عن أحد قادات اليابان، وكان قادا للمعارضة، فاز في إحدى الانتخابات وبعد الفوز بطريقة شرعية أخبره الساسة في اليابان أنه قد تم مساعدته في حملة الانتخابية من أموال أمه، وهذا ليس خرقا قانونيا لكنه في العرف السياسي يعتبر عيبا. ماذا فعل زعيم المعارضة بعد أن فاز بالانتخابات الشرعية؟ استقال. لماذا؟ لأنه لديه حياء، لأنه أتى ليبني بلدا. هؤلاء الساسة في العراق ما أتوا لهذه الغاية، أتوا لغايات خبيثة. الغاية الأولى الانتقام، ترى أغلبهم قد قضى كثيرا من عمره يرزح تحت الذل وتحت الغربة، فأتى لأجل الانتقام، وربما لم يقضي أي أيام غربة لكنه يحمل الانتقام. ثانيا هو أتى لأجل الفساد، لم يأتي لأجل أن يبني، أتى لأجل أن يبني عمارات في دبي، لأجل أن يبني جزرا وأملاكا في لبنان وفي لندن وفي غيرها. فهذا عندما يرى انتفاضة الشعب ورفضه لا يسترد، لأنه قد فقد الإحساس، فقد الوطنية، لذلك لا يستجيب. نعم أنا أعتذر منك أبو سمية بس الوقت راح يدركني. شكرا جزيلا لك. أبو مروة من كربلاء حياك الله. أخي شكرا، شكرا جزيلا، شكرا لك والكنترول وكل الكادر، أنا أشكركم. فضل. أنا عندي تعقيب بسيط. نعم. أنا اليوم الثالث على التوالي جاي أتصل، وقلت يمكن قبل ثلاثة أيام قلت جنابك الكريم أنه سبب وصول بلدنا لهذا المستوى هو يعود إلى الشعب العراقي. شفت الأخ المتصل الكريم وهو مواطن عراقي محترم، شفت شلون أنا من يمي فرفح القلب والله فرفحه.
يا حبيبي احنا دنعاني هالشكل، هاي المعاناة دنعانيها. نعم. فكيف يكون التغيير؟ بس قل لي شلون يصير التغيير وعندنا المواطن امثال هذا المواطن المحترم ايش قد اكو؟ فعليه يا اخي تعبنا. ولذلك اقول لا عتب على الطبقة السياسية، العتب على انفسنا نحن. وانت جنابك اعلامي ودا تشاهد ودا تسمع وضع المواطنين، هذا الوضع اللي دا نعيش به. والله العظيم لو كان الشعب العراقي نص على الاقل، ربع على الاقل يحب بلده ويحب هويته لما وصلنا لهذا الحال. اشكرك ابو مروه، واعتذر ايضا منك لان الوقت راح يدركني. رياض من امريكا، اتمنى على السريع، تفضل اخويا رياض. انقطع الاتصال ويا الاخ رياض. بس عندي رساله تقول السلام عليكم قناتنا الورده. اخي افل من يؤذي العراق ثق بالله هي ايران المجوسيه، وان شاء الله اخي افل راح نتبع نتخلص من ايران ومن كل اتباع ايران. اخوكم ابو محمد. اخواني الاعزاء ومشاهدينا الاعزاء، اليوم العراق بمشاكل كثيره، ببلاوي كثيره، والسبب لانه ماكو رقيب وماكو دوله وماكو واحد يصيح يقول حق العراق وين وحق مواطنين العراقيين وين. الشعب دا يدور حقه وما زال يدور حقه وهو هذا الصح. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله، باكر في أمان الله.